أهلا بكم. في 7 أبريل عام 2014 أعطى مجلس الأمن الدولي الضوء الأخضر لانتشار بعثة لحفظ السلام في إفريقيا الوسطى تدعى البعثة الأمم المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار. البعثة التي تعرف اختصارا بمينوسكا تضم نحو 13,000 جندي، مهمتها الرئيسية حماية المدنيين من الاقتتال الشرس الدائر بين مسلح ائتلاف سيليكا المسلم وميليشيات أنتيبالك المسيحية. من بين أهم الدول المشاركة في البعثة الأممية المنتشرة في إفريقيا الوسطى نجد المغرب الذي يساهم بأزيد من 760 جنديا وخبيرا عسكريا وضابط أركان. وتطلع التجريدة المغربية بمهام حماية المدنيين، تسيير المساعدة الإنسانية، تعزيز وحماية حقوق الإنسان، دعم العدالة وسيادة القانون، إلى جانب مهمتي نزع السلاح وتحقيق الأمن والاستقرار. وفي مقابل العمل الإنساني الذي يقدمونه في هذا البلد الإفريقي المضطرب، يتعرض الجنود المغاربة لهجمات متكررة أسفرت منذ بداية هذا العام عن مقتل 7 جنود وجرح آخرين على أيدي مهاجمين مجهولين جنوب شرق البلاد. وحسب بيانات الأمم المتحدة التي تشمل الفترة ما بين عام 1948 و30 من شهر يونيو الماضي، بلغ مجموع العسكريين المغاربة الذين قتلوا في عمليات حفظ السلام الدولية منذ أول مشاركة للمغرب في حفظ السلام عام 1960 أزيد من 40 عسكريا. وجدير بالذكر أن المملكة المغربية شاركت 60,000 عسكري في عملية حفظ السلام ضمن 8 من أصل 71 عملية شهدها العالم منذ عام 1948. تضاف إلى الدعم العسكري المغربي المباشر إسهامات لوجستيكية وإنسانية كتزويد مناطق التوتر بمستشفيات ميدانية عسكرية والمستلزمات الطبية. في الوقت الحالي توجد التجريدات المغربية في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى تجريدات قوامها أكثر من 1600 جندي، منها 840 فردا في الكونغو الديمقراطية في إطار بعثة مونوسكو، وأزيد من 760 في إفريقيا الوسطى في إطار بعثة مينوسكا، مما أهل المغرب ليكون مصنفا في المرتبة الأولى مغاربيا في إطار القبعات الزرق الأممية، كما يحتل المرتبة الثانية عربيا والتاسعة إفريقيا، فيما يصطف في المركز 15 على الصعيد العالمي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.